اتلمينا للتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الفلاحين، والسؤال يطرح نفسه اليوم في الجلسة هذه بالذات، أين نحن من هالإعلان هذا؟ وين هي حقوق الفلاحين والفلاحات وخاصة العاملات الزراعيات؟ والكل يعلم اللي هن معناها العمود الفقري لهذا القطاع، معناه هو تأنيث هذا القطاع بامتياز. اليوم معناها في الحضور مش يكون فما نواب شعب محامين، فما رسائل مش نحملها للمشرعين، معناها مش يسنوا بعض القوانين تحفظ كرامة الناس هذوما، خاصة عمليات الزراعيات اليوم نشوف فيهم كلهم في ظروف معناها تعيسة على الأخر، دون تغطية اجتماعية، دون نقل لائق، ما عندهمش الحق للنفاذ في الأرض، ما يمتلكوش أصلا 5% بركة من النساء يمتلكوا الأرض، البقية ما عندهم حق تحق النفاذ للأرض. معناها في ظل الوضع هذايا اليوم لقينا ضروري جدا أن الناس تحكي، وهي اليوم بداية العمل المستقبلي في القريب إن شاء الله من أجل تغيير هالقوانين هذه، الحقيقة عمرها ما خدمت الفئات هذه. احنا اليوم هالقوانين هذه، فما قوانين تسند، قوانين ضد العنف ضد المرأة، قوانين هاي كل مرة يصير اكسيدون للنساء، تصور سائرة المنظمات النسوية وغيرها والمجتمع المدني، لكن في الحقيقة معناها ما فماش تغييرات حقيقية. اليوم ضروري معناها حملات تحسيسية، الضغط عن طريق كما قلت لك المشرعين اللي هم نواب الشعب، ضروري يلزم مش معناها احنا تو هنا نمدوا فيهم بسلاح، عباره نصلحوا فيهم تو بالاعلان، لكن ماشيين للضغط بكل الوسائل وبشتى انواع والطرق من اجل تغيير هالواقع المرير هذا ان شاء الله.